وأخذهما بأيديهما وقال لهما امضيا إلى قبر جدكما يا بني. فمضيا ورجع أمير وصاحت يا أبتا يا رسول الله. فرفع الثاني الصوت وأوجعها ضربا فصاحت يا رسول الله أنا قلبي شلون يتحمل أشوفه وانظر المسمار هلي كسر ضلع أمي وشفت الكسور يا كرار وهذا الباب بالصدمة عصرها وسقطت لجني لوح قباله من بعيد ومن الدمعة مذروفة وبيدين حفر حفرة ودفن فذحة ملفوفة اندهش سلمان من حاله ومن حزنه ومن شوفه ورد لداره ودمعه يهل فوق الوجه. أبا يا رسول الله تكسرت مني ضلوعي وطحت فوق محسن وقع من وسط بطني والقلب مرتاح ترضى يا نور العه يا سيد الكونين. والله يضربوني يضربوني والله يا سلمان الضرب ورممتوني عمي ورممتوني امتوني خلني ابث شكواي للواحد الديار يا قلبي يا دمعي على المات تصرخ يا حزنا جنين هذاك المسمى وقفت البضعة داخل الحجرة بالأخماء يا يار اتناديش جرمتنا شعلتو بابنا بنار ما يناسب احكي ويا الغرب انهض يا كرايا آيار عجل ترى يهجمون ما بيهم عجيبة يا فاطمة. والله ما ترضى الزكية تشوف زينب فزت من النوم يمها الحسن يمها الحسن يمها حسين يمها الطاهرة من كلثوم شاش يصير بالزهرة لو شافت ذاك اليوم يا يوم يوم اللي اجت زينب في الظلام ليلة الحادي عشر من المحرم تتعثر بأشلاء القتلى تنادي يم حسن يم تعالي تعالي وشوف كربلا شسوت بخالي واجمع أصحابي عقب عقب موتي وجهزوني طلعوا الجنازة بليل خفية ودفنوني والكسروا ضلعي وبالباب صروني لا يحضرون جنازتي يمشي لزمة الباب صدت الدور ابو حسين صاحت يعرفوني انا
مهجة المختار عمل الثمود اليوم انزلها بهالديار ونة شعبت كل قلب ونة المحزون ورفرف عذاب الله وغدوا كلهم يموجون ما حد بقى غير الوصي وسلمان واثنين وحيدر يقل له روح للزهرة يا سلمان وقلها يا بنت المصطفى خيرة النسوان اش زايد عليك اليوم يا زهرة الوجين بطلي ونينك داب قلبي لا توني يم الحسن بطل الونين وجاوبيني شوفي يا ولادك بالبواج مذوبيني وتكفي مصيبة فقدك وغصب المرتضى وحنت يتاماي وكسر الضلع وتسقط جنيني من احشاي وغصبه ونحلتي وصبرت والصبر كم دونكم الزهراء سيف القضاء علي في حمائله قادوه قهرا بنو عبادة الصنم وفاطم خلفه تدعو ودمعها تصب عن مدمع كالغيث منسجمي من رخصتكم يا سادة وصوت قنفاذ يلوى فوق عاتقها معيته وش هالعصابة يا بنت المصطفى وريحانته قالت الطاغ لطم خدي وعماني ويلي 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 ظل يناشدها وتجري فوق خد دمعتي وش هالعصابة ادري ادري بيتي بيتي غشيك على جدتك الزهرة وش هالعصابة يا بنت المصطفى وريحانتي قالت الطاغ لطب خدي وعماني من افضل قبالك يا بنت سامح وعذري من المسمار ما اقدر اسالف لك من المسمار بعد عندي وصية زينب للحسين اشرت بايدها على حجرة الحسين لا من عزم المظلوم قبل قلبه نحرى ليش يا زهراء لان قلبه بسهم مشوم يطلع من خرس ظهرا اي والله وتالي الشمر يا زينب يتربى على صدره الا من مناد وحسينا جاء امير المؤمنين قعد عند فاطمه ضمها الى صدره الزهراء صارت تأخذ دموع أمير المؤمنين وتمسح بها على صدرها عيناك حين وجومهم قولي وصدي ما يشاء ويفترى أرجو المعذرة من أبناء علي وفاطمة هرمت فاطمة بغير خمارها
وهي التقى وبغى الخمار تسترا. هل هل يا الله هل كنت ناظرتان لكسرة ضلعها أم رمت خلف الباب خدا أحمرا والي 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 مذ أضرموا بالباب نيران الأسى أو ما توقد قلبك وتفطرا مذ هاجموها وهي تدفع بابها مدت يديها هل رأيت الخنصرا من لا يبكي يتباكى. هذه هي الزهراء مذ هاجموها وهي تدفع بابها مدت يديها هل رأيت الخنصرا أسمعت يا أبتا ساعة دفعهم للباب هل كان النداء مؤثرا